محمود بيقول هو في حاجه في الشرع بتقول ان الزوجه مش المفروض تعمل حاجه في بيت زوجها؟ ارجو الرد. لا هو مش كده، هو في فرق يا جماعه بين الحياه المستقره اللي هي فيها موده ورحمه، وهي ده الاساس، ان وجعل بينكم موده ورحمه. الحياه المستقره دي بيبقى ال 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 فيها جمال وفيها تناغم، وفيها ان انا الزوج بيعمل الحاجة بدافع الحب، ما بيسألش بقى هو ده واجب عليا ولا لا، هو واجب عليا يجيب لك كم كسوة في الصيف وكم كسوة في الشتاء، هو واجب عليا مصاريف الولادة ولا مش واجبة، هو مش كده. والزوجة تيجي هو انا واجب عليا اكنس واطبخ ولا مش واجب، ده عند التقاضي لما يرفع الامر الى حضرة القاضي، وفي نزاع وفي تكليف بما لا يطاق. لكن الحكمة بتقول ايه؟ يؤتي الحكمة من يشاء، بتقول ان حسن العشرة هي المطلوبة، المودة والرحمة هي المطلوبة، الحب الباقي، ما هو الحب بذل من غير انتظار مقابل. لكن اللي بيدور انا هدي ايه او هاخد ايه عشان ادي قصاده، ممكن تنفع بين الجيران، ولو ان ده مش مستحب، لكن بالذات ولخصوصية العلاقة بين الزوجين ما بتستمرش حياة بهذا الشكل. ايه اللي ليا قضاء؟ لا ما ينفعش كده، فعلينا ان نكون حكماء في مثل هذه الامور.